أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. الحوار الثاني في من القاهرة: تطوير الشراكة والتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية هي محاور كانت حاضرة بقوة خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وكمان مستمرة لأن مصر الحقيقة حاولت خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي تعظيم هذه الشراكات الاقتصادية سواء على المستوى القاري. الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المناسبات وفي كل المؤتمرات كان بيحاول أن يعظم من الدور الاقتصادي للقارة الإفريقية، وكمان يعظم من الثروات الكبيرة الموجودة للقارة الإفريقية. حقيقة كل هذا الكلام مطروح في هذا الحوار اللي برحب فيه مع حضراتكم بضيفي الأستاذ محمد عز الدين حسن، رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية. أستاذ محمد تحياتي منورني، أهلا وسهلا بك وأهلا بالمشاهدين. اسمح لي أتواصل مع سيادتك ومع سادة المشاهدين، ولكن بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. تحت شعار إسكات البنادق تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا، تنعقد القمة الإفريقية العادية 33 يومي 9 و10 من فبراير الجاري بأديس أبابا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رؤساء 31 دولة و4 رؤساء حكومات و7 وزراء خارجية و3 نواب رؤساء دول إفريقية، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وسوف يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في القمة يستعرض خلالها الإنجازات التي تحققت بالقارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد، والتي بدأت في فبراير من عام 2019، ومن بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 30 من مايو الماضي. ويبحث الزعماء ورؤساء الدول الإفريقية المشاركين بالقمة عددا من القضايا الهامة، من بينها مبادرة إسكات البنادق التي أطلقها الرئيس السيسي خلال القمة الإفريقية العادية بأديس أبابا في فبراير من عام 2019، والتي تهدف إلى القضاء على كافة النزاعات والصراعات في القارة الإفريقية مع حلول عام 2020، من خلال إعداد أطر تنفيذية واضحة تعالج جذور النزاعات وتساهم في إعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد انتهاء الصراع. كما يناقش المشاركون بالقمة قضايا اللاجئين والعائدين والنازحين قسريا بإفريقيا ومكافحة الإرهاب والصراعات والنزاعات التي تعاني منها العديد من دول القارة، وقضايا السلم والأمن الإفريقي والتنمية، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي تعتبر الأكبر على مستوى العالم منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، حيث يبلغ تعداد مستهلكيها 1.2 مليار شخص، وناتجها المحلي الإجمالي حوالي 3.4 تريليون دولار، أي 3% من الناتج الإجمالي العالمي. وسوف تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية من 17% إلى 60% بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسي، وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية، وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية، وخلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات، وتسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال، بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركي موحد بالقارة السمراء. من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي الأستاذ محمد عز الدين، رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية. أستاذ محمد تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني القمة الإفريقية بتبحث تطوير الشراكات الاقتصادية بين دول القارة، كيف ترى هذا المحور على صعيد أعمال القمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القمة الأفريقية 33، القمة العادية، ناقشت جميع الملفات الأفريقية اللي كانت مؤجلة سواء أو اللي تم التنفيذ فيها على أرض الواقع، منها المهام الاقتصادية والمهام الأمنية وكذلك المهام الاجتماعية والثقافية. بدأناها طبعا بمناقشة
مؤتمر نيجيريا النيجر بتحرير التجارة الحرة والمنطقة الحرة ما بين الأفارقة، ثم الربط الكهربائي ما بين الأفارقة، ثم الربط الطيران الجوي ما بين الأفارقة، أكثر من موضوع كبير اقتصاديا تم مناقشته. ثم تطرقنا إلى الحديث عن الأمن والسلم في أفريقيا والإخفاقات التي حدثت، ولكن الإنجازات في نفس الوقت تطرقنا إليها وتناقشنا حول ما تم إنجازه من إحلال السلام في أكثر من منطقة، منها جنوب أفريقيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، ومحاولات إسكات البنادق في 2009، وده كان مشروع للجنة الأمن والسلم الأفريقي، ولكن فعليا تم طرح أن هذا الموضوع لم يتحقق فعليا وكليا، ولذلك تم طرح هذا المسمى للاتحاد الأفريقي المنعقد في 2020. ولكن يعني في تقديرك أنت، كيف ترى أهمية مثل هذه المبادرات الشراكات الاقتصادية بين دول القارة الإفريقية والدور الذي لعبته مصر في تعظيم هذه الشراكات من خلال المبادرات، من خلال الآليات المختلفة التابعة للاتحاد الإفريقي؟ حقيقة مصر يعني استطاعت أن تعزف سيمفونية عظيمة جدا بمشاركة كل الأشقاء الأفارقة بماكينة الاتحاد الأفريقي مكتملة، بدأتها بإحلال السلام ومحاولة إحلال السلام، ثم التجارة، ثم الربط الكهربائي، ثم المنطقة التجارة الحرة، ثم ربط البنية التحتية وربط محور القاهرة كيب تاون لتنمية أفريقيا وربط السكك الحديدية، ثم الوصول إلى التنمية البشرية وتنمية الشباب الأفريقي والمرأة ودور المرأة في أفريقيا، ثم اتكلمنا عن عموما عن الاسم الاتحاد الأفريقي أو التي حملته في 2019 كان اللاجئين والعائدين. يعني إذن لعبنا في كل المجالات وفعلا تحقق حاجات كثيرة جدا على أرض الواقع، لكن كل ده مش هيتحقق إلا لو لم يسكت صوت البندقية وصوت الحرب في أفريقيا. صحيح. فلذلك يعني احنا بنعاني في أفريقيا من عدة جوانب تؤرقنا، منها الإرهاب، منها النزاعات القبلية، منها الديمقراطية أو تبادل السلطة بسلاسة، تداول السلطة بسلاسة وبدون عنف. ده الحمد لله قدرنا نوصله، لكن الإرهاب بيقرقنا، ولذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لمؤتمر قمة يتم في القاهرة ومنه يتم تكوين مفوضية لمحاربة الإرهاب بقيادة مصر. طيب، بينضم إلينا، تسمح لي، بينضم إلينا عبر الهاتف السيد السفير محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي. سيد سفير، تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين الأعزاء. أشكرك جدا، أشكرك سيد سفير. بكل تأكيد القمة الإفريقية العادية 33 ناقشت تطوير التعاون والشراكة الاقتصادية بين دول القارة الإفريقية، في تقديرك أهمية هذا المحور على صعيد عمل القمة؟ الحقيقة هذه الدورة شهدت يوم هام جدا للشعب المصري، وهو نتيجة إنجازات رئاسة مصر على مدار عام كامل للاتحاد الأفريقي للدورة 32 وعملية التسليم والتسلم. وتم استعراض أهم الإنجازات التي تمكنت مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من تحقيقها طموحات الشعوب الأفريقية جميعا، وكان أهمها أن الحكومة المصرية تمكنت من تحقيق حلم الآباء الأولون والمناضلون الأوائل، وهو خلق السوق الأفريقية المشتركة، وده تم تحقيقه عن طريق جمع مصر لزعماء 26 دولة مثلوا النصف الشرقي للقارة الأفريقية، وتوقيعهم على اتفاقية اندماجية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة الصادق والإياك والكوميسا التي تشغل هذا القطاع الجغرافي الآن، وده شكل
الدعامة الرئيسية للتجارة البينية، لدفع التجارة البينية، وأيضا للوصول للاندماج الاقتصادي بين الدول الأفريقية وبعضها البعض. وده المفهوم الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم فكرة التكامل لوصول إلى اندماج اقتصادي. أيضا لم يكن وجود مصر وحضورها على قمة الاتحاد الأفريقي مبني على رصيد مصر التاريخي الهام بتبني حركات التحرير الأفريقية وتحقيق فكرة الحرية والاستقلال، ولكن كان مبني على الإنجاز الضخم والطفرة التنموية التي حققتها حكومة 30/6 منذ عام 2013 حتى عام 2019، وده اللي كان بيطمح ليه كل الشعوب الأفريقية التي اجتمعت إرادتها على اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، وهو سحب هذه المخططات التنموية وتنفيذها في الدول الأفريقية. وهذا ما تمكنت مصر من تحقيقه وتصدت لأهم المعوقات التي تواجه التنمية في الدول الأفريقية، وأهمها زي ما هي في كل دولة تكلفة الطاقة وتأمين إمدادات الطاقة وتنظيمها. وده تمكنت مصر من تعظيم الشراكات المتعددة بين أفريقيا وبين الكيانات العظمى في العالم، الشراكة الأفريقية الأوروبية والشراكة الأمريكية الأفريقية والشراكة الأفريقية الصينية. تم التعاقد على تأمين إمدادات الكهرباء ل 600 مليون مواطن، أي ما يفوق 32 دولة من الدول الأفريقية كانت تعاني من عدم وصول إمدادات الكهرباء لهم، بالإضافة لإقامة أهم المشروعات لتأمين إمدادات الوقود السائل وتشجيع الدول العربية المحيط الطبيعي للدول الأفريقية لإقامة مشروعات لتستفيد الدول الأفريقية مما تنتجه من الطاقة، وهو أكبر محطة لتكرير النفط في دولة جنوب أفريقيا في أقصى الساحل الجنوبي في مدينة كيبتاون، وهي بحجم محطة خليج المكسيك الأمريكية. وده استثمارات سعودية تمكنت مصر من تشجيعها للتواجد بقوة في الدول الأفريقية. أيضا تمكن الرئيس السيسي من وضع الدول الأفريقية على قمة أولويات الاستثمار العالمي بالدعوة لإنشاء مجلس لضمان مخاطر الاستثمار ومجلس لدعم الصادرات، وهذا المجلس تم تأسيسه بالفعل، والأمر الذي نجم عنه تدفق الاستثمارات العابرة للقارات للدخول في شراكة عادلة على أسس من التكافؤ وتكافؤ المصالح والفرص بين الحكومات وبين الاستثمارات من القطاع الخاص. وده في حد ذاته بيخفف العبء عن الحكومات الأفريقية للقيام بدورها في تقديم وتأمين الخدمات الحكومية، وأيضا المرافق مثل الطرق والمواصلات والكباري. وأيضا مصر ضربت نموذجا يحتذى به بتعبيد وإنشاء 7400 كيلو متر من الطرق الطولية والعرضية، والتي ربطت بين مراكز الإنتاج سواء الصناعي أو الزراعي في جمهورية مصر العربية للمنافذ الحدودية في المواني الشرقية والمواني الشمالية، والتي حولت مصر لحلقة وصل ومعبر للتجارة الأفريقية لتصل إلى دول الشمال في قارة أوروبا عبر البحر المتوسط، وأيضا العالم العربي عبر موانئ البحر الأحمر، بالإضافة لمبادرة السيد الرئيس لربط كافة أرجاء الدول الأفريقية بعضها البعض عن طريق شبكة من السكك الحديدية، وذلك أيضا لتخفيض تكلفة النقل والشحن على البضائع الأفريقية. من أهم المشروعات والإنجازات التي تعتبر إعجاز هندسي وأيضا إعجاز للشعب المصري هو إنشاء مجرى موازي لقناة السويس خلال مدة عام وتأمين التمويل اللازم له
64 مليار دولار مليار جنيه قدمه الشعب المصري في خلال اسبوع. ده بحد ذاته هذا المشروع لم يعود على الشعب المصري برسوم المرور وبزيادة الدخل للدولة، ولكنه ايضا عاد على الدول الافريقية بمضاعفة حجم التجارة بينها وبين دول العالم. اشكرك جدا يا فندم، بشكرك جدا، اشكرك السيد السفير محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الافريقي، شكرا جزيلا وعفوا لضيق الوقت. أستاذ محمد، يمكن الرئيس في كل المناسبات زي ما قلنا كان بيحاول أن يعظم ويعدد من ثروات القارة الإفريقية، إلى أي مدى في تقديرك أصبحت القارة الإفريقية منصة للاستثمار الدولي من خلال الثروات الكثيرة التي تمتلكها؟ الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدر يعبر بالقارة الإفريقية إلى عدد من القمم والشراكات مع الدول الكبرى، منها القمة الأفريقية الروسية ومنها القمة الأفريقية الصينية وقمة الشراكة اليابانية الأفريقية وكذلك القمة الأفريقية الأمريكية. من خلال ده وفي مؤتمر اقتصادي هام في العاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى تعظيم الفائدة من مقدرات أفريقيا، وفعليا في كلمة صريحة بالأرقام قال إن الكاكاو استثمارات الكاكاو في العالم يضخ 95 مليار، لا يأتي منه إلى أفريقيا إلا 5 مليار، فبالتالي المستقبل للأفارقة أن يعظموا من فائدة هذه المقدرات ثرواتهم يعني وثرواتهم بأن يتم بيعها بشكلها الصحيح أو يتم إنتاجها داخل أفريقيا. فالرئيس عبد الفتاح السيسي في توجهه في 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 إدارة شؤون الاتحاد الأفريقي فعليا وضع نقاط مهمة جدا، ان افريقيا لن تنهض الا بالاستثمار مقدراتها داخل افريقيا، ويكون هناك تعاون افريقي افريقي خالص او اقامة المصانع في داخل الدول الافريقية. طيب، يعني في تصورك المستقبل بالنسبة للعلاقات الثنائية المصرية مع الدول الإفريقية اقتصاديا، لأن الحقيقة مصر زي ما حضرتك أشرت يعني دخلت في العديد من المشروعات سواء الربط الكهربائي أو التنمية المستدامة أو غيرها، يعني سريعا أرجوك. مصر طبعا في الواقع مصر يعني عرفت تماما توجهها وعرفت تماما أهم دائرة انتمائية لها سواء اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا، وقالت إن أفريقيا هي وجهتها وهي مستقبلها، فلذلك ربطت مع أفريقيا بطرق وعملت محور كيبتاون القاهرة، وكذلك ربطت بالكهرباء مع شرق أفريقيا وسيتم ربطها مع باقي الدول الأفريقية، عملت جسر جوي مع دول كثيرة لم تكن تصل مصر للطيران إليها، ربطت مع رواندا أخيرا في, 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 في الجسر الجوي مع رواندا والتواصل الجوي. بالإضافة إلى أن مصر يعني فعليا أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2017 إلى تحويل أسوان عاصمة ثقافة واقتصاد أفريقي، هذه الفكرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة مؤسسات مجتمع مدني منها مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية الاستراتيجية، إرساء هذه الفكرة هو دعم الدول الحبيسة من الدول الأفريقية بمنتجاتها من خلال قناة السويس ومن خلال المواني المصرية التي يعني تكون نقل البضائع منها سهل جدا إلى منطقة تجارة حرة، ستكون أسوان بإذن الله إحدى هذه المناطق. نورتني في هذا الحوار، بشكرك الأستاذ محمد عز الدين رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية، شكرا جزيلا. شكرا. بكذا مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام فقرات من القاهرة هذه الليلة، بكرة فريق عمل جديد وموضوعات جديدة، أصبح على خير.